يعني معك تدخل مع الباب الرسمي كتخلي هذيك المشاكل كتدخل، لان خاصك عندك واحد الاشخاص ولا واحد النزلاء اللي هما احداث كيشوفوا فيك الاب كيشوفوا فيك الاخ، فخاصك تكون مجد ليهم ديجا باش تدخل باش ما تنقلش ليهم المشاكل ديالك، كتصنط ليهم المشاكل ديالهم. يعني عندك واحد الشخصيه كتولي عندك شخصيه مزدوجه، اب لواحد النزلاء اللي حكمات عليهم الظروف باش انهم يكونوا داخل هذه المؤسسه، وفي نفس الوقت الوليدات ديالك. يعني من كثرة ما انك كتكون عندك واحد احتكاك مباشر مع هاد النزلاء اللي كيف قلت لك هما نزلاء احداث باقي خاصهم الحنان باقي خاصهم العطف، فيعني من كثرة ما كتعامل معاهم بطريقه اللي هي انسانيه فكتولي انت هو الاب الروحي ديالهم، كتولي الاخ الاكبر، كتولي بزاف ديال الحوايج بالنسبه لهم هما.